حضارة بلاد وادي الرافدين زاخرة بالكثير من الآثار التي كانت ولا تزال شاهدا على حضارات شيدها السومريون والأكاديون والبابليون والآشوريون وغيرهم. واكتشف الكثير من هذه الآثار موزعة في ربوع البلاد، والتي أكدت المصادر على إنها أقدم من إهرامات مصر وبيرو وألانكا المكسيكية. ولأهمية هذا الإرث الحضاري العريق، انبرت مؤسسات علمية وأكاديمية للحفاظ عليه، إلا أن أبرز من شارك في نشر الوعي والمسؤولية الوطنية هي الجامعات العراقية، إذ أخذت على عاتقها مسؤولية التعريف بالآثار والتراث العراقي ومحاولة الحفاظ عليه من الاندثار واتخاذ الخطوات المطلوبة في عملية الحفاظ على الإرث العراقي المعنوي. وعلى الرغم مما تقدمه الجامعات العراقية من مجهود علمي وأكاديمي للحفاظ على آثار العراق، إلا إننا بحاجة إلى تضافر جميع الجهود العلمية والأكاديمية والاجتماعية برعاية الحكومة العراقية للخروج برؤية شاملة لديمومة الحفاظ على الإرث العراقي وإبرازه للمجتمع الدولي.